بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. لازلنا مع تلاميذ الثانية متوسط اختبارات الفصل الأول. اليوم رانا مع التاريخ والجغرافيا. نبدأ بالنموذج الأول هذا في التاريخ. تمرين الأول، أكمل الجدول الآتي: الدول والمماليك وفترة الحكم من 3000 من 1000 إلى 3000 قبل الميلاد. إذا نذكر الدولة والمملكة: دولة سبأ 150 قبل الميلاد، 525 ميلادي. الوضعية الثانية: لقي الرسول صلى الله عليه وسلم معارضة شديدة لدعوته للإسلام من طرف زعماء قريش، كيف تفسر ذلك؟ الوضعية الثالثة: مثل على سلم زمني الأحداث التالية مع اختيار مقياس رسم مناسب: البعثة النبوية، بيعة العقبة الثانية، الهجرة النبوية، معركة بدر، وصلح الحديبية. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم؟ اهتديتم. كان أبو بكر الصديق أول من آمن من الرجال، وكان ثاني اثنين في الغار. كان المسلمون يخشون على أنفسهم من بطش قريش، فبعد إسلام عمر بن الخطاب أصبحوا يصلون في الكعبة جهارا. اكتب فقرة من ثمانية أسطر تتحدث عن خلالها أخلاق خلفاء الراشدين ومنجزاتهم وأثر ذلك على الدولة الإسلامية. طيب، الجغرافيا. التمرين الأول، عرف المصطلحات الآتية: الرياح الموسمية، إحصاء السكان. أذكر الأقاليم المناخية التابعة للمنطقة الحارة في قارة آسيا، ثم حدد هذه المنطقة على الخريطة الصماء. إذا كان عدد سكان قارة آسيا يقدر حوالي بملياري نسمة، كم يقدر معدل الكثافة السكانية؟ سمع أحد زملائك من خلال متابعته لحصة علمية أن سكان آسيا يستفيدون من الفيضانات رغم ما تخلفه من خسائر، فطلب منك تفسير. معنى تكتب وضعية إدماجية حول فوائد الفيضانات في قارة آسيا. طيب، نروح النموذج الثاني. النموذج الثاني اللي هو بالتاريخ، أكمل الفراغات بما يناسب: ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الموافق لسنة للميلاد في مكة المكرمة من قبيلة وعشيرة، أبوه هو وأمه وأرضعته. وضعية ثانية، لماذا يسمي العرب أو يسمى العرب العام الذي يسمي العرب العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعام الفيل؟ لماذا سمي بعام الفيل؟ وقع على الخريطة الصماء مواقع المعارك التالية: معركة بدر، معركة اليرموك، معركة صفين، معركة ذات السلاسل. العبادة التي تمثل أركان الإسلام ليست مجرد طقوس يؤديها المسلم، بل هي تربية ومعاملة وقيم اجتماعية وإنسانية. الصلاة صلة بين الإنسان وربه، تعلمه النظام والطهارة وراحة نفسية. الزكاة قبل أن تكون فريضة دينية فإنها سلوك إنساني تخفف من معاناة المحتاجين وتقوي الروابط الاجتماعية وتجسد مبادئ التعاون والتضامن. من السنتين اكتب فقرة تتحدث فيها عن العبادات التي تمثل أركان الإسلام. طيب، نروح للجغرافيا. عرف المصطلحات الآتية: الفيضانات، نقطة الثلج الدائم. أذكر أسماء المناطق المرقمة على الخريطة: 1 2 3 4 5. لون المنطقة التي تمثل الإقليم الموسمي باللون الأحمر. علل سبب سقوط الأمطار في فصل الصيف في الإقليم الموسمي. يقال بأن قارة آسيا تنفرد بوجود مناطق مهمة طبيعيا واقتصاديا لها علاقة بموقعها الجغرافي والفلكي. أكتب فقرة تعالج فيها الإشكالية، معناها تتكلم حول المناطق الخاصة أو المهمة طبيعيا واقتصاديا في قارة آسيا. شوفوا النموذج الثالث. النموذج الثالث، نبدأ بالتاريخ. اشرح المصطلحات الآتية: الساسانيون، الفترة الكبرى، جانكيز خان، عين جالوت، الجزية، الفيء. أذكر أحداث التواريخ الآتية: 15/2/1258، 20/4/571 ميلادي، 17 رمضان الثانية الهجري، 8 شوال الثالثة للهجري، 6 شوال سنة الثامنة للهجري، 20 رمضان سنة الثامنة للهجري. ظهر عند نهاية عهد الخلفاء الراشدين وبداية العصر الأموي منصبي الشرطة والحجابة، فما دور كل منهما في الدولة الإسلامية؟ بمناسبة المولد النبوي الشريف، أراد أحد جيرانك إعداد بحث حول الدعوة الإسلامية وأثرها على البشرية، فطلب منك مساعدته بما لديك من معلومات.
اكتب فقرة لا تزيد عن 15 نتحدث من خلالها أهم التحولات التي عرفها المجتمع بفضل الدين الإسلامي، معناه التغيرات التي أحدثها الدين الإسلامي. الجغرافيا، عرف ما يلي: أوياشيفو، كوروشيفو. تضم قارة آسيا على منطقة باردة، حدد هذه المنطقة ومجالها الجغرافي وأقاليمها على الخريطة. أجب بنعم أو لا أمام العبارة. أكبر هضبة في آسيا هي هضبة التبت. أعلى جبل في آسيا هو جبل أحد. أكبر سهل في آسيا هو سهل سيبيريا. نهر النيل يقطع أراض أسيوية. بينما كان أخوك يطالع كتابا انتبه لعبارة آسيا الصغرى فطلب منك أن توضح له هذه العبارة. اكتب فقرة تتكلم فيها عن آسيا الصغرى، ما معنى آسيا الصغرى وحول هذا الموضوع. طيب نمر للحل، شوفوا الحل تاع هذا النماذج. نبدأ بالنموذج الأول وطبعا نبدأ بالتاريخ. من 1000 إلى 3000 قبل الميلاد دولة معين. دولة سبأ من 1000 إلى 150 قبل الميلاد. حمير من 150 قبل الميلاد إلى 525 ميلادي. لقي الرسول صلى الله عليه وسلم معارضة شديدة لدعوته للإسلام من طرف زعماء قريش بسبب رفض العشائر الأخرى على غرار بني أمية وبني مخزوم للدعوة الإسلامية. بسبب التنافس على الزعامة، تخوف زعماء قريش من المساواة بينهم وبين عبيدهم ومواليهم، تعود أهل مكة على عبادة الأصنام، عدم القدرة على التخلي على عادتهم مثل شرب الخمر واللهو والمجول. مثل على سلم زمني الأحداث الآتية مع اختيار مقياس رسم مناسب. 13 قبل الهجرة البعثة النبوية، 8 قبل الهجرة الهجرة إلى الحبشة، 2 قبل الهجرة بيعة العقبة الثانية، الهجرة النبوية، معركة بدر، معركة بدر 2 هجري. الولاية الإدماجية، يقول صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اهتديتم؟ فمنهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كانت سيرتهم. فمن هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كانت سيرتهم وأخلاقهم؟ الصحابة هم جميع الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوه وآزروه منذ بداية الدعوة الإسلامية، وتحملوا مشقة تبليغها وصبروا لمعارضة قريش حيث تفنن زعماؤها في تعذيبهم وتشريدهم وقتلهم ومقاطعتهم ثم إخراجهم من ديارهم. لقد اتصف الصحابة رضوان الله عليهم بصفات وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان قدوة لهم في الصبر والصدق والأمانة والعدل، ورافقوه في جهاده وخاضوا معه المعارك صابرين محتسبين لا يرجون إلا رضوان الله سبحانه وتعالى وغفرانه والعمل بما جاء في القرآن والسنة النبوية. وعند وفاته أكمل خلفاؤه في قيادة المسلمين ما بدأه النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة وحمايتها وسياسة المجتمع ومواصلة الدعوة حتى شرقوا بدينه وغربوه. ورغم الأمجاد التي حققها لكنهم واصلوا على بساطتهم وزهدهم وتقواهم محافظين على وعودهم. هذه هي صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان قدوة لهم، قائدا ومعلما لهم. فنعم الصحابة ونعم الرفاق رضوان الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين. الجغرافيا، تمرين الأول: تعريف المصطلحات الآتية. الرياح الموسمية، رياح تشتهر بها منطقة جنوب شرق آسيا، تهب من المحيط الهادي نحو اليابسة صيفا فتكون رطبة وممطرة، وتهب خلال الشتاء من اليابسة نحو المحيط فتكون جافة. إحصاء السكان، عملية تقوم بها مصالح خاصة تابعة للديوان الوطني للإحصاء بمساهمة البلديات ووزارة الداخلية كما يحدث في الجزائر، تكون دورية من سنة إلى 10 سنوات، يتم حساب المواليد والوفيات، نسبة الذكور، نسبة الإناث، نسبة كل فئة من الفئات العمرية. تمرين ثاني: الأقاليم المناخية التابعة للمنطقة الحارة في قارة آسيا هي الإقليم الاستوائي، الموسمي، المداري، الصحراوي. موقع المنطقة الحارة في قارة آسيا، هذه المنطقة الحارة في قارة آسيا. إذا كان عدد سكان قارة آسيا يقدر حوالي بمليارين نسمة، يقدر معدل الكثافة السكانية ب
راه انت هذا بعشرين مليار، عشرين مليار، 44 مليون كيلومتر مربع، 45.45 مليون كيلومتر مربع. نورمال قريناها أصحيح. الوضعية: الفيضانات كارثة طبيعية تتمثل في طغيان الماء على اليابسة وغرق كل ما تصادفه، مخلفة خسائر مادية وبشرية. يتعرض جنوب وجنوب شرق آسيا لخطر الفيضانات بسبب هبوب الرياح الموسمية المحملة بأمطار غزيرة. مشكلة ظاهرة الأعاصير مثل إعصار التيفون، حيث يعجز سطح الأرض من امتصاص هذه الكميات الهائلة من المياه، فيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه الأمطار وتدفق على المناطق المجاورة لها. بالرغم من خطورة الفيضانات التي يعرفها جنوب وجنوب شرق آسيا، إلا أن سكان هذه المنطقة تمكنوا من التأقلم مع الظاهرة ويحولوها لفائدتهم، حيث تم استغلال المناطق المغمورة بالمياه في زراعة الأرز وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير كمية هائلة منه إلى الخارج، إضافة إلى بناء السدود والأحواض لتخزين المياه الزائدة واستعمالها في وقت الحاجة ولأغراض متعددة. نستنتج مما سبق أنه رغم كل الأضرار الكارثية التي تخلفها الفيضانات، إلا أنها تمثل مصدر هام للتربة الخصبة والثروة المائية. النموذج الثاني، نبدأ بالتاريخ. التمرين الأول، أكمل الفراغات. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 ربيع الأول الموافق لعشرين أفريل سنة 570 ميلادي في مكة المكرمة من قبيلة قريش وعشيرة بني هاشم. أبوه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب، وأرضعته حليمة السعدية. سمى العرب العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعام الفيل، لأن في هذا العام أراد ملك الحبشة أبرهة الأشرم تهديم الكعبة حقدا وغرورا، ولكن الله عز وجل مساخه وجيشه بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. معركة بدر، معركة اليرموك، معركة صفين، ومعركة ذات السلاسل. أيوة، معركة بدر هنا تقع، أو هنا جرت معركة بدر، ذات السلاسل، معركة صفين، معركة اليرموك، كما راكم تشوفوا. الوضعية: بعث الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين وأنزل عليهم الكتب السماوية لهداية البشرية لطريق الحق وعبادة الله وحده لا شريك له، مبشرين ومنذرين، وقد تضمنت هذه الكتب دلائل وجوده وقدرته. أكرمنا الله تبارك وتعالى بالدين الإسلامي والقرآن الكريم الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الدين الذي بني على خمسة أركان هي الشهادة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه العبادات ليست مجرد طقوس يؤديها الفرد لتكون دليلا على إسلامه وإيمانه، بل تضمن عبارا وقيما إنسانية واجتماعية وصحية. فالصلاة تقوي علاقة الإنسان بربه وتجعله أكثر إيمانا ويقينا، وتشعره بالساحة بالسعادة والراحة النفسية، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلما ألم به طارئ يأمر بلالا قائلا أرحنا بها يا بلال. كما تعلم المؤمن النظام والنظافة والصوم، يعلم الفرد الصبر والتضحية، وتشعره بما يعانيه الفقير والمحتاج. كما تعلمنا الزكاة مبادئ التعاون والتضامن، وتقوي من الروابط الاجتماعية، فلا يزداد المحتاج فقرا ولا الغنى ثراء ولا الغني ثراء. أما الحج فقد جعله الله سبحانه وتعالى فرصة يلتقي فيها المؤمنون من مشارق الأرض ومغاربها، وتزداد فرص التعارف والتعاون، ويحسون بعظمة هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي ترتعد منها الأمم حينما كنا خير أمة أخرجت للناس متمسكين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الإسلام بما يتضمنه من قيم ومبادئ فهو دين المعاملة والإنسانية والرحمة، وليس مجرد عبادات نؤديها دون روح أو مغزى. الجغرافيا، الوضعية الأولى: الفيضانات ظاهرة وكارثة طبيعية تتمثل في طغيان الماء، الأمطار، الأنهار، البحار على اليابسة، مسببة خسائر مادية وبشرية. نقطة الثلج الدائم هي قمم الجبال الشاهقة التي تنخفض فيها درجة الحرارة إلى دون الصفر، وبالتالي تتراكم فيها الثلوج ولا تذوب على مر الأيام. أسماء المناطق المرقمة على الخريطة: 1 الصين الشعبية، 2 الهند، 3 شبه الجزيرة العربية، 4 المحيط الهندي، 5 المحيط الهادي.
سبب سقوط الأمطار في فصل الصيف في الإقليم الموسمي تمثل في هبوب الرياح الموسمية خلال فصل الصيف من المحيط الهادئ، حيث يخضع لمنطقة الضغط المرتفع نحو اليابسة التي تكون تحت تأثير منطقة الضغط المنخفض وتكون مصحوبة بالأمطار لأنها جاءت من المحيط. الوضعية: تتميز قارة آسيا بخصائص فريدة من نوعها مقارنة بقارات العالم الأخرى لموقعها الجغرافي ومساحتها الشاسعة والعوامل المؤثرة في مناخها. هذه العوامل التي جعلتها تضم مواقع ومناطق طبيعية خلابة ومناطق استراتيجية اقتصاديا وعسكريا يمكن ذكر البعض منها فيما يلي. توجد في قارة آسيا جبال شاهقة تتميز بثلوجها الدائمة مثل جبال الهيمالايا التي تتميز بجمالها وثروتها الغابية والمائية، جعل منها قبلة للسائحين والرياضيين. توجد بها هضبة التبت التي تشكل أكبر عائق أمام الإنسان للقيام بعملية التهيئة الإقليمية. تجري في أراضيها أنهار عملاقة كثيرة، ثم تم اتخاذها مناطق للاستقرار والعمران والعبادة. توجد بها كذلك غابات استوائية وغابات موسمية ومدارية ذات التنوع البيئي النباتي والحيواني، كما تشرف على العديد من المسطحات المائية والخلجان والرؤوس والمضائق على غرار مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وهي نقاط استراتيجية اقتصاديا وعسكريا. كما لا ننسى أن قارة آسيا مهبط الديانات السماوية ومهدأ للمناطق المقدسة ومزارا للحجيج، وهكذا يقال بأن قارة آسيا تنفرد بوجود مناطق مهمة طبيعيا واقتصاديا لها علاقة بموقعها الجغرافي والفلكي. طيب، النموذج الثالث ونبدأ بالتاريخ. اشرح المصطلحات. الساسانيون هم الذين حكموا الإمبراطورية الفارسية وسموا بهذا الاسم نسبة إلى ساسان أزداشير الأول. الفتنة الكبرى هي الصراع السياسي الذي عرفها المسلمون في أواخر خلافة عثمان بن عفان وأدت إلى مقتل الخليفتين عثمان وعلي رضي الله عنهما. جنكيز خان مؤسس الإمبراطورية المغولية. عين جالوت مكان يقع في فلسطين وقعت فيه معركة فاصلة حيث انتصر المملك المسلمون بقيادة الملك سيف الدين قطز بمساعدة الأمير ركن الدين بيبرس. الجزية مبلغ من المال يأخذه المسلمون من سكان المناطق المفتوحة مقابل البقاء على دينهم وحماية المسلمين لهم. الفيء مبلغ مالي يقدمه المشركون للمسلمين دون قتال. أذكر أحداث تواريخ الآتية: 2/5/1258 سقوط عاصمة الدولة العباسية على يد المغول بقيادة هولاكو. 20/4/571 ميلادي مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. 17 رمضان 2 الهجرة وقوع معركة بدر الكبرى. 8 شوال 3 هجري معركة أحد. 6 شوال 8 هجري غزوة حنين وحصار طائف. 20 رمضان 8 هجري فتح مكة المكرمة. ظهر عند نهاية عهد الخلفاء الراشدين وبداية العصر الأموي منصبي الشرطة يشبه جهاز الشرطة المعروف في هذا العصر، ويتشكل من أفراد توضع على أكتافهم شارات مهمتهم حفظ الأمن. أما الحجابة فقد ظهر في عهد معاوية وهو مكلف بإدخال الناس على الخليفة اللي هو الحاجب، يسموه الحاجب. طيب، الوضعية: أرسل الله تبارك وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لدعوتنا إلى الدين الإسلامي محملا إياه بالقرآن ليخرجنا من الظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام وهدايته. فما هي مظاهر التحول التي حدثت في البشرية بعد مجيء الإسلام؟ كانت البشرية تعوم في ظلمات الشرك والكفر ومقيدة بأغلال الجهل والخرافات، حيث ساد الظلم وانعدمت المساواة وانتشرت عبادة الأصنام والأوثان وإتيان الفواحش، وكان القوي يأكل الضعيف والغني يستعبد الفقير والرجل يهين المرأة، كما انتشرت العديد من الآفات كالربا والزنا والقمار وسفك الدماء والتفاخر بالأحساب والأنساب. ظلت البشرية على هذه الحالة حتى أدركتنا رحمة الله بهدايتنا للحق بفضل هذا الدين الذي أنعم الله به علينا، حيث انتقل الإنسان من عبادة الأصنام وعبادة أخيه الإنسان إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فاسترجع كرامته المهدورة، وانتقل المجتمع من قطيع تمزقه الحروب وتشتته الضغائن والأحقاد والمظالم إلى أمة واحدة يجمعها رب واحد ونبي واحد ومنهج واحد تسودها المحبة والأخوة والتآزر والتناصح، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمنون في تودهم وتراحمهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضهم
بعضهم البعض. وبفضل الإسلام أصبح ينظر الرجل للمرأة شريكة حياته، ويعتبرها أما وزوجة وأختا وبنتا، وليس سلعة تباع وتشترى. كما اختفت مظاهر الافتخار بالأنساب والأحساب، بل أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد أعز الله الأمة الإسلامية بدينها، وإن تخلت عنه ضرب عليها المذلة والمسكنة، وسلط عليها أعداءها حتى ترتدع وتتوب وتعود لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. الأويا شيفو هو تيار مائي بارد يأتي قادما من القطب الشمالي على طول المحيط الهادئ، يعمل على خفض درجات الحرارة. كوروشيفو هو تيار مائي دافئ يأتي قادما من العروض الاستوائية نحو سواحل اليابان شمالا، يعمل على رفع درجات الحرارة. الوضعية الثانية، المجال الجغرافي للمنطقة الباردة بقارة آسيا. أجب بنعم أو لا أمام العبارة الآتية: أكبر هضبة في آسيا هي هضبة التبت، نعم. أعلى جبل في آسيا هو جبل أحد، لا خطأ. أكبر سهل في آسيا هو سهل سيبيريا، نعم. نهر النيل يقطع أراضي آسيوية، لا خطأ. الوضعية والعمود آخر وضعية التاريخ. طيب، تنقسم قارة آسيا إلى عدة أقاليم، منها إقليم آسيا الشمالية، آسيا الوسطى، وآسيا الموسمية، وآسيا الشرقية اللي هو الشرق الأوسط، وآسيا الغربية التي تسمى بآسيا الصغرى. إذن آسيا الصغرى هي آسيا الغربية. آسيا الصغرى تتمثل أساسا في المناطق التي تقع جنوب غرب آسيا، وتشمل شبه الجزيرة العربية، منطقة الشام، الشرق الأوسط، والخليج العربي. تتصف هذه المنطقة بصفة عامة بمناخ قاري أو صحراوي جاف، مع وجود بعض المناطق التابعة للإقليم البحر المتوسط في منطقة الشرق الأوسط التي تقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط. تتميز هذه المنطقة بثرواتها الطبيعية الهائلة، وفي مقدمتها النفط والغاز، ووجود المناطق المقدسة مثل مكة المكرمة والمدينة والقدس الشريف، ظهور الحضارات القديمة مثل الحضارة الفارسية والفينيقية واليمنية. ونظرا لهذه المميزات، فقد خضعت الاستعمار الفرنسي والإنجليزي طويلا، وعرفت توترات سياسية وصراعات دموية مثل حرب الخليج الأولى والثانية والحرب الأهلية اللبنانية والحرب السورية وغيرها. كما تعاني من وجود الكيان الصهيوني الذي يسيطر على الكثير من المناطق في فلسطين ولبنان وجولان، ووجود القواعد العسكرية الأمريكية خاصة آسيا الصغرى بما فيها من خيرات وثروات مميزات حضارية، ولكنها كانت عليها نعمة ونقمة في نفس الوقت. لا تنسونا بدعوات صادقة من قلوبكم، ولا تبخلوا علينا بإعجاب وجام للفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.